اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ نعمل ايس كريم اقتصادي، هينفع جدا في الجو الحر اللي احنا فيه ده. إيه حلو قوي، وبمكونين اتنين بس. عندي هنا ربع كيلو فراوله مطلعاه من الفريزر، يا دوبك انا غسلته واستخدمته على طول. وعندي كوبايه لبن، ما عنديش لبن، ممكن استخدم زبادي. طب ما عنديش زبادي، ممكن استخدم كريمه لايت. هنستخدم من سواء من اللبن او الكريمه او الزبادي معلقتين اتنين بس. هنبدا نضرب في الفراوله هنا لحد ما يبقى قوامها كريمي خالص والفراوله كلها تتهرس معايا. حسيت هنا ان قوامها تقيل شويه في الكبه، فهخفها شويه معلقتين اتنين لبن. ممكن نستخدم الفراولة بمانجا او بموز، نقشر الموز ونحطه في الفريزر ونقطعه شرايح كده، المهم ان هو يبقى متجمد. ما تضربيش اي فاكهة لما تكون متجمدة، ليه؟ لان هيطلع قوامها كريمي بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. قوامها ما شاء الله جميل جدا جدا، انا ما حطيتش محليات فيها، استخفيت بالسكر اللي في الفراولة. جبت هنا علبة معايا بلاستيك تستحمل السوعية بتاعة الفريزر، وخدت منها هنا الايس كريم. عايزه اقول لكم ان هو ما شاء الله جميل جدا 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 ما شاء الله. ممكن ناخده كسنيك، ممكن ناخده كبديل عشاء، حلو قوي ممتاز. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد.